خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الحبيب، دع القلق ولا تحزن، فإن ربك جل وعلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. صدق الله العظيم. وهذا عام لكل من حمل الحق وأبصر النور وسلك الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. صدق الله العظيم. إذن فهناك حق يشرح الصدور وباطل يقسيها، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذا الدين غاية ما يصل إليها إلا الموفق المسدد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحزن، إن الله معنا. يقولها كل من يتيقن رعاية الله تعالى ولطفه ونصره. جاء في الأثر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والمعنى أن تعيش في حدود يومك فحسب، فلا تذكر الماضي ولا تقلق من المستقبل. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. إن الاشتغال بالماضي وتذكر الماضي واجترار المصائب التي حدثت ومضت إنما هو ضرب من الحمق والجنون. يا ابن آدم، إنما أنت ثلاثة أيام: أمسك وقد ولى، وغدك ولم يأتي، ويومك، فاتق الله فيه. أي أن تحسن العمل، فلا تطمح بهمومك لغير هذا اليوم الذي تعيش فيه، فتركز جهودك عليه وترتب أعمالك وتصب اهتمامك فيه، محسنا خلقك، مهتما بصحتك، مصلحا أخلاقك مع الآخرين، مهتما بأسرتك، وفي كل هذا مستعينا بالسند العظيم والمولى الكريم. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. نور الله صباحكم بكل خير، ومتعكم بالصحة والعافية. خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.